رفيق اللي أجابه المجالس هابت صدره وبعد ما قب عليه عام في قبضة السجان يوافق على بيعه بعد ما نفذ صبره يوافق على بيعه عقب ما نفذ صبره على اللي نهر الساب تحرك من الظهر وانا في مهمة راح والكبد محترة انا من ردة الحظ بقيادة سليمان رفض لا يخلى العين تثني له النظرة توجه على البطحة على وارد النشان مع السايق اليزود درق سني وفره مع دارك سوني وفره غزال يقول انه من العين الى عجمان وانا رصده يومي تردد على الظفره ويا ابو عوض كان ضاقت بي الاوطان تراني ضحيه جاد لنبح في سره ويا ألا يا وجودي وجد من حده الديان على بعبة عامره من شقة عمره 30 عام يكد وحط في الجدران ولا قدته في حياته ولا مرة بعد ما خلص بيام جاي يطرق قلبي مع البحث والشرطة وفرقه من الاخوان وجا حضرة المامور بالقبض واجتره وضاقت به الدنيا وعن نزع الخيبان رفيق اللي اجابه المجالس هابت صدره بعد ما قب عليه عام في قبضة السجان على اللي نهر الساب تحرك من الظهران وانا في مهمة راح والكبد محترة انا من ردة الحظ بقيادة سليمان رفض لا يخلى العين تثني له النظرة توجه على البطحة على وارد النشان دارا